حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتبة سارة جميل تحت عنوان تدوير النفايات في تشكيل الحكومات. فقد جرت العادة في ظرف تشكيل الحكومة منذ عام 2003 حتى اليوم على إعادة الشخوص أنفسهم، والتغيير يكون في التنقل من وزارة إلى أخرى بحسب خدمة الوزير لحزبه وتسخير الوزارة لمصالح الحزب الضيقة وفساده على حساب الكفاءة العلمية وخدمة الشعب العراقي، وهذا ما يسمى بإعادة تدوير النفايات. ولكن حتى إعادة التدوير تكون ذات نفع للمجتمع والبيئة وفوائدها كثيرة عكس إعادة تدوير النفايات السياسية التي يكون لها تأثير سلبي وكارثة، وتكون لها كارثة خطيرة لأن كل وزارة ومنصب يشترى بمبالغ طائلة، وما يتقلده سيعمل على زيادة أرباحه وجن الأموال الطائلة من صفقات فساد والتجارة بالممنوعات وغيرها. استطاع محمد السوداني اجتياز التصويت على كابينته الوزارية، لكنه لم يجتز المحاصصة الطائفية والتوافقات الحزبية الذي بقي أسيرا لها، بل إنه لم يستطع تعيين وزير واحد في حكومته، وكل الوزراء جرى تعيينهم من خلال رؤساء كتلهم على الرغم من وجود قضايا فساد بحقهم، فضلا عن عدم كفاءتهم لإدارة المناصب التي شغلوها. حكومة الإطار هي حكومة حزب الدعوة الذي تسلط على العراقيين بعد الاحتلال ولعقدين من الزمن تقريبا، وهو حزب معروف بولائه المطلق لإيران، ويؤكد ذلك تصريحات عناصره والمنتمين له وافتخارهم بذلك. ولم يعمل هذا الحزب إلا على خراب العراق ونهبه، وتأريخه حافل بالجرائم تجاه العراق وغيره من البلدان التي نفذ فيها أعمالاً إرهابية. ورغم أن الاستبدادية أصبحت لعبة واضحة عند أحزاب السلطة ومكشوفة للشعب، إلا أن الشعب المغلوب على أمره يحتاج إلى وحدة الكلمة وقيادة حقيقية للخلاص من النظام السياسي البائس. إلى الكاتب صالح القلاب الذي ذكر في مقال بصحيفة الشرق الأوسط: لو بقينا نكتب ونتحدث يوميا عن واقعنا العربي وعلى مدار الساعة فلا يمكن أن نلملم تشظياته الحالية، فالتمزق قد وصل إلى وضعية بات من غير الممكن لملمتها بسهولة، فالإناء الزجاجي الذي صنع بسهولة إن هو تكسر وتحول إلى شظايا غير متناسقة فإن إعادة لملمته تحتاج إلى جهود مضنية، وهذا بات ما يعانيه الواقع العربي ليس كله فمعظمه، سواء في أفريقيا أو في آسيا. وحقيقة فإن هذا انعكس على العرب الذين انتشروا في بلاد الله الواسعة كلها، مع التأكيد أنهم حققوا إنجازات يجب الافتخار بها. إن المقصود بهذا هو ليس ما يعده البعض شتاتا عربيا، فالعرب الذين انتشروا في دنيا الله الواسعة قد أعطوا لمن اختلطوا بهم صوراً جميلة بتحقيق إنجازات هائلة. هناك علماء ومبدعون بالفعل، هناك أجيال أصبحت عنواناً عالمياً للعطاءات الحضارية وفي شتى أنحاء الكرة الأرضية. بلاد الرافدين التي ضربها التمزق أصبحت على ما هي عليها، وحقيقة إنه لم تعد هناك دولة عراقية، وهناك تبعية موجعة للقلوب لإيران التي مهما حاولنا تزيين صورتها. والمحزن حقا أن هناك دولا عربية عظيمة قد غابت نهائيا ولم تعد موجودة، فأين العراق بلاد الرافدين؟ وأين هي سوريا؟ وأين لبنان؟ وأيضا وأين بعض دول القارة الأفريقية التي كانت قد أطلقت شعاعا حضاريا بكل الاتجاهات وأعطت ليس لأفريقيا فقط وإنما للعالم كله كل هذا الإبداع الحضاري؟ فهذا الغياب كله، وعندما تختفي بعض الدول العربية التي كانت كلها وليس بعضها منارات العالم بأسره، يعني أن هناك أخطاء كثيرة وقد حصلت وارتكبت، والمعروف أن حركة التاريخ تبعد وتقرب،
وأن هذا العراق الذي كان منارة كونية قد اختفى نهائياً وبات على هذا النحو، وغدا ملحقاً بدولة الولي الفقيه في طهران. وهذا ينطبق على اليمن الذي كان سعيداً ذات يوم لا تزال تتحدث عنه كتب التاريخ المنصفة. عن قطر والمونديال ورهان التحدي، كتب فارس الخطاب مقالاً في صحيفة العربي الجديد. أكملت دولة قطر استعداداتها النهائية لاحتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومع قرب انطلاق المونديال ما زالت المحاولات الخبيثة تطرح من هذا الطرف أو ذاك، تارة لاستهداف الدولة وفيفا، وأخرى لاستهداف الجماهير الدولية التواقة لمؤازرة منتخباتها وزيارة هذا البلد العربي الشرق أوسطي المثير. من جهة أخرى، مع كل هذه المحاولات، كانت حكومة قطر والوحدات التنفيذية والإدارية والشعبية ممثلة بأصحاب الفنادق والمرافق الخدمية والترويحية كانت في حالة من تحد لمحاولات التأثير النفسي السيء الذي يشكك بقدرة قطر على إتمام المشوار وإنجاز المهمة بما يليق بقطر بكونها دولة عربية إسلامية تؤمن تماماً أنها تمثل الأمتين العربية والإسلامية في العرس العالمي بمسؤولياته ورهاناته كافة. أفضل ما يمكن أن يقال عن قطر إنها دولة بقيادة واعية مرنة حكيمة لا تتشنج ولا تنساق وراء محاولات ثنيها عن طريق رسمته بدراية وعناية. ورغم استخدام بعض المنظمات أدوات غير لائقة باسمها لترتيب حملات دعائية ضد قطر، إلا أن ردة الفعل دائماً ما تضيع على المتربصين فرص النيل من برامج قطر التنموية الهادفة. وفي ملف كأس العالم تحديداً جرى توضيح موقف قطر من أمور كثيرة مطروحة، مع التمسك بثوابت مجتمعها العربي وثقافتها الإسلامية المحافظة، والطلب إلى شعوب العالم التي توفر لها قطر كل أنواع الخدمات احترام هذه الثقافة من خلال وجودها في أراضي الدولة. قطر على موعد مع التاريخ، بل هي في مواجهة معه، لتثبت في سفره ما يجعل الأجيال العربية عموماً والقطرية خصوصاً الحالية واللاحقة تفخر بهذا الإنجاز. من موقع عربي 21 نقرأ مقال الكاتب ساري عرابي، ذكر فيه أن التبشير بالانتفاضة الثالثة أو السؤال عن كانها حاضر بكثافة دائمة في تداولنا السياسي والثقافي الفلسطيني في السنوات الأخيرة لا ينم ذلك عن حنين بقدر ما ينم عن رؤية صحيحة للتخلص مما علق به الفلسطينيون في فخاخ مشروع التسوية، وانسجام مع ما ينبغي أن يكون عليه واقع الشعب الذي يواجه احتلالا غاية في التعقيد، بيد أن هذا التداول الملح خاطئ من جهة أخرى، لأنه يضمر غفلة عن الشروط الموضوعية لاتساع أي حالة كفاحية في السياق الفلسطيني الراهن، وارتباكا في تقدير حركة المقاومة الجارية في الضفة الغربية تحديدا لا يبتعد عن هذا التداول. السؤال عن إمكانيات التحرير القريب لفلسطين، يضيف الكاتب هنا سؤال التحرير يستند إلى بعض النبوءات التي كانت تنتظر هذا العام، وإلى الصراعات الصاعدة في العالم والانقسامات في قلب النخبة المهيمنة على العالم وتردي الوسط السياسي الصهيوني. ليس الواجب فلسطينياً منحصراً في ثنائية الفعل أو انتظار الخلاص من الخارج، وإنما فعله الذاتي يساهم في بلورة شروط الخلاص دون أوهام كبيرة أنه بإمكانه بمجرد فعله الذاتي أن ينجز التحرير، كما أنه لا تناقض بين الرؤى الكلية بوصفها شعاراً لمطلق المسار وعموم الكفاح والنضال، وبين اختيار شعارات متواضعة تناسب كل مرحلة دون التخلي عن الرؤية الكلية. ونحن حينئذ لسنا بحاجة لتقديم مبادرات سياسية أو التردد في سقاء الأفكار الكبرى ما بين حل الدولتين أو الدولة الواحدة أو التحرير الناجز مرة واحدة، وإنما الصمود واستمرار المقاومة وتحمل مكابدة ذلك مهما أخذ من وقت،
والكفيل بفتح النوافذ للنضال وتحصيل المبادرات التي سوف يقرر بشأنها الفلسطينيون حينئذ. وهذا يتطلب التخلي عن الفكر الخلاصي، سواء أخذ شكل الأوهام الكبرى كتوهم التحرير الناجز بمحض الإمكانيات الذاتية، أو اندفع نحو تنازلات يائسة كما في مشاريع التسوية وفكرة حل الدولتين. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا عن فكرة الاستبداد التنافسي التي تهدد الولايات المتحدة في ظل وجود صراع حزبي قطبي. وذكر كاتب المقال أن الاستبداد التنافسي صاغها العالمان السياسيان ستيفن ليفسكي ولوكان واي في مقال نشر في عام 2002 في مجلة الديمقراطية لوصف ظاهرة معينة للنظام الهجين الذي بدأ التركيز عليه بعد نهاية الحرب الباردة، وخلافا للأجواء المتفائلة التي سادت في التسعينيات من القرن الماضي، رأى المفكر أنه لا ينبغي النظر إلى الأنظمة السياسية في جميع أنحاء العالم على أنها دول تنتقل بشكل غير منتظم إلى الديمقراطية، ولكن بدلا من ذلك على أنها أنظمة تم فيها ترسيخ شكل من أشكال شبه السلطوية عبر الهياكل الانتخابية الاعتيادية إلى مدى كبير وفقا للصحيفة. لقد سار سياسيون مناهضون للديمقراطية مدعومون بمقاعد آمنة، وبدأوا في سن قواعد سلوك استبدادي أدت إلى تسريع التفكك الديمقراطي بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن الديمقراطيين لعبوا دورهم في هذا الاستقطاب. لكن التراجع السريع غير متماثل ومدفوع بشكل أساسي بحزب جمهوري مختلف تماماً عن ذلك الذي كان موجوداً على سبيل المثال في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان. ويخشى إجماع من علماء الديمقراطية من أن الحواجز التي تحمي نظام الديمقراطية الأمريكية أخذة في التآكل بشكل لافت، حيث جرى رسم التراجع الديمقراطي للولايات المتحدة في أشكال عديدة وفقاً لكاتب المقال. وأظهر تقرير لمنظمة فريدوم هاوس التراجع السريع لمؤشر الحرية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وأدرجت وحدة المعلومات في مجلة إيكونومست الولايات المتحدة على أنها ديمقراطية معيبة في عام 2017. بينما يصف المعهد الأوروبي الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية يصف الولايات المتحدة الآن بأنها ديمقراطية متراجعة. بعض المؤرخين يقولون نستطيع أن نقول خمس تركيا على الأقل يعني من العقارات وقفية. حينما أرى الشعب التركي بشكل عام عندهم حب عميق للغة العربية والقرآن الكريم. تقريبا يقول عدد حفاظ القرآن الكريم في تركيا المسجلين يعني المسجلين رسميا تقريبا ربع مليون. ما أبرز تلك التوجهات والتيارات الفاعلة؟ وهل جزء منها هذه الأوقاف الإسلامية والتيارات والحركات الإسلامية أم لا؟ من الذي خرب العراق؟ من الذي خرب العالم الإسلامي؟ من الذي أضر باليمن جعله في هذه أتى به إلى الهاوية؟ هو إيران في الحقيقة. رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا الدكتور معروف تشليك في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. ابقى الآن مشاهدينا مع وقفة قصيرة بالرسوم الكاريكاتيرية.
تبهر حديقة الفراشات في دبي زوارها بالأنواع العديدة التي تعرضها من هذه المخلوقات ذات الألوان الزاهية. وافتتحت هذه الحديقة في عام 2015، تعد الأكبر من نوعها في العالم وأول حديقة فراشات مغلقة في المنطقة. تضم هذه الحديقة التي تأخذ زوارها في رحلة إلى عالم الفراشات تضم أكثر من 15,000 فراشة من 50 نوعا. قرب استاد خليفة الدولي أحد ملاعب مونديال قطر ينتظر عشاق الساحرة المستجيرة الذين سيتوجهون إلى الدوحة لمتابعة كأس العالم، ينتظرون معرض عالم كرة القدم للتعرف على تاريخ اللعبة وبطولاتها العالمية. يقام هذا المعرض الذي افتتح بالفعل وفق بيان نشرته منظمة قطر تبدع، وهي المسؤولة عن الترويج الثقافي والصناعات الإبداعية في البلاد الأربعاء، في متحف قطر الأولمبي والرياضي، يستمر حتى الأول من شهر أبريل نيسان من العام المقبل 2023. يمثل المعرض فرصة مثالية لجماهير المونديال الراغبة في خوض تفاصيل عالم كرة القدم من وجهة فنية تتمثل في طريقة السرد التي سيتم من خلالها رواية ذكريات الماضي. هذا المعرض يصطحب زواره في رحلة عبر بدايات كرة القدم وتاريخها ووصول كأس العالم، تأكيدا على قدرة الرياضة على تجاوز الحدود والثقافات والجمع بين الناس. قبل الختام مشاهدينا، فلنتابع هذا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الأكثر قدرة على الانتشار بين البشر، سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تنتشر في العالم، هذا ما صرحت به المنظمة العالمية لصحة الحيوان مطلع عام 2022. ماذا يحدث؟ شبح إنفلونزا الطيور يعود من جديد. بعد أزمة عالمية صحية واقتصادية خانقة تسببت فيها جائحة فيروس كوفيد-19، عادت إنفلونزا الطيور. يتم اكتشاف حالات إصابة يومياً في أوروبا. الأمر لا يقتصر فقط على الطيور البرية، إصابات بالآلاف تم تسجيلها في مزارع الدواجن والمحميات. الحكومة البريطانية فرضت قيود عزل للطيور الأليفة والدواجن في كل أنحاء إنجلترا ابتداءً من 7 نوفمبر الجاري، خوفاً من تفشي إنفلونزا الطيور. الحكومة الهولندية أعدمت الشهر الماضي نحو 44,000 من طيور الديك الرومية في مزرعة تقع جنوب البلاد. أعدموا نحو 50 مليوناً من الدواجن في أوروبا، فيما اتخذت دول أخرى تدابير صارمة بعد اكتشاف آلاف الإصابات. مخاوف تقلق حكومات خصوصاً وأن موجات سابقة منها تسببت في إعدام عشرات الملايين من الطيور، والخشية تكمن في إمكانية حدوث طفرات من إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الإنسان. فماذا تعرف عن مخاطر إنفلونزا الطيور على البشر؟ المرض تعود خطورته إلى نوع الفيروس، أعراضه تتمثل في الحمى العالية والسعال ونوبات ضيق النفس، علامات تبدأ بالظهور بعد 2 إلى 5 أيام من الإصابة. نصف المصابين سابقاً بالفيروس عانوا من آلام في المعدة والأمعاء أو من الإسهال والتقيؤ. ينتقل فيروس إنفلونزا الطيور بواسطة الهواء، وخاصة عن طريق الاحتكاك المباشر أو عن طريق براز الطيور المريضة وتلوث الأيدي بها لفترة طويلة. كما يمكن أن ينتقل بواسطة العلف الملوث بالفيروس والماء وغيرها من المواد والألبسة الملوثة. الأماكن المغلقة والمقفلة والضيقة في المزارع تزيد من خطر الإصابة. متى ظهر فيروس إنفلونزا الطيور؟ إنفلونزا الطيور، أو كما يسمى أيضاً بـ H5N1، مرض يصيب الطيور البرية والدواجن في المقام الأول. أول ظهور له كان في فيتنام عام 2003 حسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية. تسبب آنذاك في وفيات بشرية
في 15 بلداً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. بعض التقارير ذكرت أن فيروس H5N1 المسببة لإنفلونزا الطيور ظهر لأول مرة في الصين عام 1996 وانتشر بقوة في هونغ كونغ العام المهلك. الانتشار الأكبر للفيروس في إقليم الشرق المتوسط يعود لعام 2006، أين تأكد انتقال فيروس H5N1 من الطيور المصابة بالعدوى إلى البشر في العراق ومصر وجيبوتي وباكستان. مصر كان البلد الأكثر تضرراً في إقليم الشرق المتوسط عام 2006 بسبب حدوث أوبئة حيوانية متكررة أسفرت عن إصابة 167 حالة بشرية و60 حالة وفاة. في نهاية جولتنا الصحفية عبر صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا من الرافدين.